تضيف أو نتصل على أحد الأخوة المتبرعين اللي بفضلهم استمرت هذه القناة منذ 10 سنوات تقريبا. اليوم معاي اتصال وراح أسأله بعض الأسئلة الأخ طالب الموسوي، السيد طالب الموسوي من أمريكا. السيد طالب موجود معنا؟ نعم على الخط معنا. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ وعليكم السلام. شخبارك؟ عساك بخير، كل عام وانت بخير. مبارك عليك الشهر. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانت بخير. سيدنا بالأول قبل لا تتكلم أو أسألك أي سؤال، اللي يعرف السيد طالب الموسوي طبعا ممكن حتى الأخوة من الهيئة ممكن ما يعرفونه. السيد طالب الموسوي من أقدم الأسماء اللي تتساهم وتتبرع لقناة فدك منذ تأسيسها. مرت الأيام، تغيرت الأشكال، تغيرت البرامج، تغيرت الديكورات، انتقلنا من الحسينية القديمة إلى المسجد، ولكن استمر هذا السيد يدعم هذه القناة منذ انطلاقتها. سيدنا أنت أعرفك أنك مشغول وما شاء الله يعني تشتغل شغلتين عندك الله يعينك، وساعات ما تشاهد قناة فدك، ولكن مستمر بدعم قناة فدك. شنو هالدافع اللي يخليك تدعم هذه القناة حتى بعض يجي لك فترة طويلة ما تشاهدها يمكن إلا البرامج اللي مسجلة في اليوتيوب؟ تفضل سيدنا. إيوة والله صحيح الصراحة، ما ليس متابع وإنما على اليوتيوب أتابع الإعادة. نعم. للإنصاف أنا رسالتي لكل الشيعة الموجودين والموالين لأمير المؤمنين عليه السلام، للإنصاف انصف نفسك. أنا هم كذلك قبل سنين، يعني قبل حتى القناة، قبل لا تبدأ القناة وقبل كل شيء كان الشيخ على اليوتيوب. للإنصاف سمعت الكلام مالي يا أخي، اسمع أنا ما اقتنعت فيه صراحة، الكلام مالي ما تجد مقتنع فيه 100%، بس لازم تنصف نفسك. هاي الرسالة مالتي لكل الشيعة، انصف نفسك. كل شخص، شلون احنا قاعد نسمع حتى الوهابي احيانا، صحيح لو مو صحيح وياي انت؟ نعم عبد الله اقول احيانا نسمع سيدنا. انا بتكلم عن قبل لا توجه رسالتك حق الناس كلها، بنتكلم عن السيد طالب الموسوي. شنو اثرت هذه القناة طالب الموسوي؟ شنو الاستفادة من هذه القناة؟ سيدي. أولاً طبعاً إحنا كشيعة موالين انقتنا الشجاعة، هاي القناة انقتنا الشجاعة. إحنا طبعاً أكثر الشيعة هم يبغضون أبو بكر وعمر، وما عندهم يعني ما يساومون على مسألة الزهرة. بس شنو هو؟ إحنا عندنا شغلة نقولها يعني شلون سيف ذو حدين، الاستماع للشيوخ المنابر. شيوخ المنابر لا قال تقية ما تقية، وسوى لك التقية يعني هي وبس، ولا سمعت الشيخ ياسر الحبيب، خلاص بعد ما نسمع. عندنا هاي شغلة سيف حدين، هي شغلة زينة نستمع لهم يعني أهل المنابر وناخذ كلامهم، بس مع ذلك لازم الإنصاف. يعني هسه احنا قاعد ننصب حتى الوهابية أحيانا من يتكلمون نسمع لهم، صحيح لو مو صحيح؟ صحيح نعم. يعني لا تنصف، لازم تنصف. هاي رسالة مالتي للشيعة كلهم. سيد طالب الموسوي، الشيعة ماكو ما ولا. نعم تفضل. نعم قبل، لأن عندي أسئلة كثيرة ودي أسألك إياها، ما بيك تسوي تسترسل وتتشعب الموضوع. سيد، قنوات فضائية، هذا الفضاء فيه آلاف القنوات، وبين هذه القنوات مئات القنوات الدينية، ومن بين هذه القنوات عشرات القنوات الشيعية. احنا قناة فدك منذ تأسيسها هي قناة واحدة بين كل هذا الفضاء الواسع. شنو اللي خلاك تتوجه لهذه القناة؟ شو الفرق بينها وبين هذه القنوات اللي بالآلاف؟ طبعا اتوجه لها، لان طرح الشيء مميز ما مطروح من قبل، ابد ما مطروح. مسألة البراء علنا، احنا الصراحة الشيعة ما عدنا، احنا ولا مرة واجهنا، احنا دائما طول السنين على موقف الدفاع، موقف الدفاع، ولا مره هاجمنا. فشلون انتصار عندنا صار؟ يعني استماع الهشك صوت انتصار، نشوه صارت عندنا. سيدنا هذا الانتصار وهذه المعلومات اللي استفدتها من القناه طبقتها على الواقع؟ استفدت منها في حياتك العمليه مع اهلك، مع اصدقائك، مع زملائك، مع جيرانكم في العمل، في اي مكان؟ نعم طبعا، احنا في العمل ما عندي جيران، بعد تدري عايشين بامريكا احنا، بس بالعمل عندي اصدقاء سودانيين
وعندي أصدقاء أكراد يعني سنهم، يعني أنت تصور ظل من عندهم إذا واحد اشتغل بالشركة مالتي يظل يقول لي ها أنا شيعي، أنا شيعي مو سني، من كثر ما عرف تقية يسوي معك الهجوم ماله، يسوي تقية معك سيد. إيه نعم، من كثر ما يوصونه سيد طالب ترى أشكل أسلوبه، وسيد طالب ترى يحكي على عائشة، وسيد طالب يحكي على أبو بكر وعمر، ظل خطية هذا مني يصير يسوي تقية على قولتك يا أخي عبد الله، ظل يقول ها أنا شيعي، أنا أمي شيعية، أنا أبوي شيعي، ظل أشكل يشرد معك. زين زين سيد نعم، هذه سيدنا المناقشات اللي قاعد تناقش فيها مع الناس، وهذه طبعا المناقشات يكون فيها اخذ وعطى، يصير فيها تفريعات، يصير فيها مثل واحد يفاجئك بسؤال ما تعرف اجابته، هل قبل انت فعلا كنت تجاوب على كل الاسئله او تطور مستواك العلمي بعد ما شاهدت قناه فدك؟ لا ما اجاوب على كل الاسئله، وكانت اسئله محيره احيانا ما مطروحه من قبل. مثل شنو؟ مثل شنو سيد؟ الشيخ ياسر الحبيب، فقط الشيخ ياسر الحبيب طرح وأجاب على هذه الأسئلة اللي كانت محيرة منذ الطفولة، كانت محيرة بالنا. مثل شنو؟ ومحيرة بالنا. عطنا عطنا مثل واحد لأن لقائنا سريع سيدنا، فعطنا مثل واحد، شنو الأسئلة وشنو المسائل اللي كنت فعلا تحتار فيها لما واحد يشكل عليك، والآن انحلت لك هذه الإشكالات بعد مشاهدة قناة فدك؟ والله العظيم من الطفولة كانت مسألة الغار، يعني أقول شلون أبو بكر مذكور بالقرآن، أريد واحد شيخ شيعي يصعد على المنبر ويشرح هاي آية الغار مثل ما شرحها ياسر الحبيب، ماكو. هسه شغلة دوخ، شلون هذا أبو بكر انذكر بالقرآن؟ صحيح لو مصطفى؟ صحيح إيه نعم إي نعم. شلون احنا الشيعة ما نحبه؟ أريد أنا ما أحبه بس أريد تبرير. صحيح. ما حد طرح مثل الشيخ ياسر الحبيب هاي المسألة وشرح هاي الآية غير ياسر الحبيب وبالتفصيل، ماكو. ما شاء الله، هاي الصراحة. سيدنا الله يزيدك علم وإيمان وتقوى وورع ويثبتك إن شاء الله ويرزقك، وكلمة أخيرة في هذا اللقاء السريع توجهها للمتبرعين واللي يشاهدوننا حتى يدعمون هذه القناة، وإحنا عندنا حملة أهل فدك راح تبدأ بعد العيد مباشرة، تفضل سيدنا. إن شاء الله الرسالة الوحيدة للشيعة، للشيعة لا للبك، يعني مسألة الشيعة مهمة كل الزين، هم مو بترية، الله شاهد هاي السنة الشيعة قاعدة حادثهم واحكي وياهم لا بترية ولا هاي، احنا عندنا مسألة الطاعة هي شغلة زينة، الطاعة مثل ما تقول للإمام، الطاعة لإمام المسجد، الطاعة للشيخ، الطاعة مثلا السيد عايز السيستاني السيد صادق الشيرازي، والله كلش مفيده وكلش جيده مثل الطاعه، لكن سيف ذو حدين، لا تكون الطاعه عمياء. هسه احنا قالوا لا تسمعون القناه السيد الشيخ ياسر الحبيب ولا تتبرعوا له، خلاص الطاعه عمياء بعد لا نسمع ولا نتبرع. هسه ما اريد ننصف الشيخ ونسمع له ثلاث اربع فيديوهات، فالرسالة مالتي هذول مو بترية، الله شاهد هذول شيعة موالي ومأجورين ان شاء الله في اعمالهم، لكن اطلب من عندهم الانصاف فقط، هاي الرسالة الوحيدة مالتي. احسنت سيدنا، الله يبارك فيك ويثبتك ان شاء الله، ومشكور جدا على هذه الكلمات وعلى هذا اللقاء، ورحم الله والدينكم.